رح نحتاج لحبتين دراء، حبتين خوخ. انت جايبه منيح واحدة ما انا عملت حسابك. وحبتين مشمش، حبتين انجاص، حبة تفاح، عنب، ومعلقتين كبار عصير ليمون، معلقة صغيرة قرفة، ربع كوب سكر، ربع كوب زبدة، وكوب بسكوت سادة مطحون. حكيتي لي انها بسيطة. بسيطة جدا للناس اللي ما عندها وقت تعمل حلو، او خلينا نقول ما عندها خبرة كبيرة في الحلويات. عن جد هاي الوصفة الممتازة لكم. يلا. هلا الفكرة انه النوع الفواكه اللي رح نستعملها مش نوع ثابت. تقدري تستعملي نوع واحد، تقدري تستعملي 10 أنواع، تقدري تستعملي أي أنواع مع بعض. بتصفي أنت وإبداعك لست البيت، أنت حرة شو بتحطي فيها، أنت شو شايفة إيش الصح. عن جد بتطلع كتير طيبة. أول شي رح نعمله رح نقطع الفواكه. هلا رح نقطع الفواكه مش ناعمة كتير، يعني عارفة شي مثل هيك. خلاص دان، في أسهل من هيك؟ لا 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 ما في. هي هيك شبه خالصة على فكرة. جد؟ طيب إذا هيك بدي أروح على الفيسبوك. هلا قبل ما أقطع الفواكه، قطعينا الفواكه بنقرأ شوي. الفانس تبعونا شو عاملين؟ آلاء بشتاوي، رزان وسوسن، منى بوريني صباح الخير، رزان من عمان أهلا وسهلا، أنوار دويكات يعطيك العافية، وأم فادي السمهوري مبدعة من لولو روز، مبدعة إليك طبعا. شكرا. حمزة شواهين صباح الخير، وهيبة كنانة يسعد صباحكم شكرا على الحكي اللطيف، وعلا حمزة جود لك من محمد ايوب يا هبة. شكرا لهم عن جد كثير حبوا شكل الجاجة. هدير وسهاد ابو عواد، صفا تلاوي وسلام اليتيم، ام علي، رنيم عاشور، سدين عبد القادر. بيسألوكي بيصير انه هاي الحشوة او الوصفة نعملها بلحمة او روستو؟ بيصير بيصير على فكرة. كتير حلو انه ست البيت تجرب. جربي، ما في يعني ما بيصير واحد يكون بس يتبع وصفة معينة مثل ما قريتها مثل ما بعملها. ابدعي، بيستمتع اكتر لما هو يبدأ. انت بيطلع منك اشياء كتير حلوة، بس اعطي حالك فرصة جربي. صح. هلا طبعا انا شوي غوزت مع المشمش لانه انا بحب المشمش فيها. اوكي. حطيت المشمش اكبر شوي كميته، بس لانه عن جد زاكي فيها ولونه كتير حلو فيها. تمام. ايهاب قاسميه وسهى الشخشير، ام طارق انا كمان بحبك يا ام طارق، وسناء عيسى، واسامه الحسنات، روان وسناء، يا سناء صباح الخير، شبلي المجالي، وأمجد، أصالة أبو عياش، ندوش ربضي شكرا، وزين، وأحمد إبراهيم، بيان بحكولك راح نجربها 100% الوصفة. عن جد جربوها ويقولوا لي رأيهم، كتير بهمني أعرف رأيهم. شغلك بجنن وكتير بحبك، من ميسا. شكرا لميسا، عن جد شكرا لهم والله. بتعرفي رفعوا معنويات. انا اصلا فخرت المطبخ هيك لرفع المعنويات بالاكل وبالتعليقات. اميره خضر مبدعه الصراحه، ومين كمان، عفاف رحاحله صباحك سكر، ثريا شرايري ابو ظبي. قولي لنا هلا شفتي كم نوع فواكه انا صرت حاطه؟ ايش ما بدنا اللي موجود، ايش ما بدنا حطه. اشياء لطيفه مع بعض، طيبه، بنحس انه عم نستسيغ طعمها مع بعض، عم بتناسبنا. شو يعني مش بالضروره الواحد يعمل يستعمل فواكه غاليه او موسميه مش موجوده. صح. او يعني اي فواكه عندك. بعدين شوفي اوقات بنجيب فواكه بكميات كبيره، بتصير اما رح تخرب او بدنا نعمل فيها شيء، انه هاي فرصه كثير حلوه وصحية. ما تنسي الصحية، بما انه عم نحكي رز مندي صحي معناته لازم اشي جنبه صحي. لا جد حبيت، بعدين هيك بسيطة يعني ما فيش عجقة بالمطبخ، والاطفال بيحبوها، بيحبوا الوانها، واللي ما بحب الفواكه من الصغار هيك من عوده بياكلها. ايه بالضبط.
ستي رح أقلبهم بس علشان إنه اللون يعني فعليا ما بيهم بس عشان تطلع الألوان تزبط مع بعض. هلأ هاي تقريبا نص الوصفة خلصت. بدنا بدل انه بدنا نرش عليها رشة سكر على الوش. هلا السكر برجع ياره لست البيت هي شو بتحب، بتحبها حلوة كتير، بتحب سكرها خفيف، برجع لك. في ناس ممكن يقولوا بدناش السكر اصلا، ما هي اصلا فيها سكر فواكه. بيصير بيرجع حرية شخصية. هنحط السكر، طب عسل بيصير؟ بيصير كل شيء بيصير، حتى للناس اللي بتستعمل سكر الفواكه او يعني اي نوع محلي، هاي بترجع ذوق يعني كل واحد ايش بيحب. رشة القرفة السحرية هاي، هاي رشة القرفة السحرية هاي عن جد تبرز طعم الفواكه بشكل مو عادي. ومعليش أنا بحب أستمتع أرشها بإيدي. برافو. هلأ آخر إشي عنا عصرة ليمون. عصرة الليمون مهمة عشان اللون. أوكي، عشان يضل اللون الفواكه. شوفوا قد إيه بسيطة وسهلة. هيك خلصت تقريبا نص الوصفة على فكرة، أكتر من نص. هلأ آخر جزء من وصفتنا، حنجيب البسكوت، البسكوت العادي السادة اللي ما عليه ولا نكهة ولا شيء. ورح نطحنه بالمولينكس مع الزبدة. أوكي. كيف بيعرفوا ستات البيوت، ما شاء الله عندنا ستات البيوت كتير معدلين، بيعملوا مبدعين. كل شيء. كيف بنعمل الأعتب على تشيز كيك، البسكوت تبع التشيز كيك نفس الشيء. رح نطحن البسكوت مع الزبدة بسيطة كتير ليطلع معنا الكرامبل. هذا هو الكرامبل. أوكي. بس هو. البسكوت والزبدة مع الزبدة. هلأ عكس التشيز كيك، البسكوت حيروح فوق الفواكه مش تحتها. بتعرف انه وصلت ريحة القرفة مع الفواكه العادية؟ عن جد القرفة طلعت هي رشة القرفة السحرية. هي اللي بتجيب الطعم النكهة مزبوطة. طيب هلأ رح نرش السكر مع البسكوت مع الزبدة فوقيها، رح تدخل الفرن ربع ساعة، كثيرها ربع ساعة. بتكون استوت عندنا الفواكه من تحت، والبسكوت اللي على الوش بيكون تحمر كمان، صار لونه حلو. شوفي قد ايه سهلة لما بيجيك ضيف على غفلة او عندك فواكه زيادة، او برمضان اخف كثير من الحلويات اللي بنعملها، خفيفة ومفيدة. صح. دائما ما نعرف مثلا احنا مش كتير خلينا نحكي بناكل صحي، فهيك بندخل الفواكه وسهله ما راح نكسل نعملها. وانا كتير مبسوطه على الوصفات اللي عملتيها جد. شكرا. عن جد شكرا لكم، اول مره وابدعتي. ربع ساعه 180. ربع ساعه ل 180.